هلا الى اختيار القياس المعين اللي نحن لازم نختاره، حنشوف على الشاشه تشارت خاصه، يعني كل سيده هلا هي وقاعده عم تفرج علينا بتمسك الماسوره الخاصه وبتقيس قياس خصره وبتعرف اذا هي لازم تلبس ميديوم او لارج او حتى اكس لارج، طبعا ضمن القياسات اللي هي بتكون معروفه عندكم، مثل ما عم نشوف المتوسط من 73 ل 78، عندنا ايضا الكبير من 81 ل 88، والكبير يعني الاكس لارج من 91 ل 99، كمان خلينا هلا نشوف الصور، كثير من المشاهير لبسوهن، عندنا معروف جدا كيم كارداشيان واللبس اللي دائما بتلبسه، دائما بتلبس هذا اللي بخصر لها الخصر الكورسيه، وقديش بالفعل هنا بغير لها شكل اكيد كيم اكيد كارداشيان. كوثر خليني اضيف معك انه هي بتلبسه بس مش للبسه واحده وتخرج على ريد كاربت، هي كمان قالت ان هي لبسته لفترات طويله جدا لان هي تو اتشيف يعني الخصر الصغير، انه بتاخذ وقت من السيده علشان تاخذ فعلا النتيجه اللي هي حباها. واللي بيميز الكيرفي جيرل اليوم مش بس بيعطيكم شكل معين، كمان بيساعد تخفيف الشهيه، لانه نحن لما بيضغطنا على منطقه البطن هيك ساعتها انت ما بيكون لك خلق تاكلي كثير، لانه اصلا عندك شيء ضيق على منطقه البطن، وبنفس الوقت عم نخسر الجسم وعم نحصل على نتائج فوريه. وبالفعل انا متاكده ما في حدا عم يحضرنا ما عنده الكورسي او ما عنده الكيرفي جيرل، وبيعرفوا كثير منيح انه بعد الاستخدام لمده سبع ساعات باليوم على مده شهر، بالفعل من 3 لـ 4 انشز بتبلشوا بتلاقوا الفرق. خلينا نحكي على اول كورسي معنا اياه هون، او اول كيرفي جيرل اللي هو الخاص بالخصر، عم نشوفه هون عندي على الموديل، مثل ما شايفين اللي بيميزه انه في ثلاث قياسات لنسكر فيه. القياس الاول اللي هو طبعا اذا نحن بعدنا جديد، القياس الثاني لما نبلش شوي هيك يخف نضعف ويخف الوزن، وايضا القياس الثالث لما نوصل للمرحله الثالثه يعني انت وصلتوا للمرحله الاكثر حاجه. مظبوط نينا، قديش مهم برايك اللي هو هذا المشد؟ اكيد مهم لكل سيده وفتاه حابه يعني انها تجيل يكون عندها الاور جلاس شيب اللي هو الوسط الصغير جدا. شايفينه قد ايه على فرانشيسكا، مديها كمان كيرفز غير العادي، يعني انا فاكره انه فرانشيسكا شويه كان عندها بطن ممتلئه مع الكرسي، اكيد اكيد المشاهدين شايفين انه هي عندها بطن تماما فلات ستومك، يعني انه ما عندهاش اي حاجه ولا بروزات ولا اي حاجه على منطقه البطن، فاكيد البنت والفتاه بتستفاد من ده، بتقدر بيديها كمان حريه انها تلبس اي نوع من الفساتين او القفطانات او العبايات. اللي قديش الجسم كله مشدود لجوا، بتشد بالفعل. مزبوط بالفعل، حتى بارز جمال الانثى يعني بالضبط، مخصر للخصر، الاوراق طالعين هيك قياسهم كثير حلو، كمان فرانشيسكا لابسه فستان ضيق وهيدي القماشه نينا اصلا بتنصح وبتعرض، بينما انا هون بدي اخذ لها القياس لنينا لفرانشيسكا، وحيطلع معنا بعد شوي فرانشيسكا كيف كانت عنا بالاستوديو لما اجت من يومين واخذنا لها القياس، انا هون بدي اخذ القياس. كان استنى اوكي، هون عم نشوف قديش نزل لها خصره، نحن عنا اياه هون. اوكي خليني اقفلكم هيك، عم نشوف هلا زوم على الكاميرا كيف كانت وكيف صارت بعد الكورسي. بالصوره الاولى مش لابسه كورسي، ليكي قديش كان القياس تبعها 94، بينما مع الكورسي 78 او بحدود ال 77، يعني اكثر من 20 سنتيمتر. مظبوط يعني almost. عن جد كم يعني كثير كثير بيعمل فرق، وكمان بنفس الوقت مخسر لها ايش الحجم. ثانك يو فيري ماتش. هلا بدنا نرجع نشوف مره ثانيه الشكل تبع الموديل الثاني اللي معنا اياها، ونشوف اكثر الفيست كيف بتشتغل. بدي ارجع اذكر 6631 هو رقم هيدا المنتج الرائع جدا، كمان بدي ارجع احكي عليه نينا، نحن عندنا اياه من الجلد الطبيعي 100%، وهذا الحلو فيه انه بشد معك على الجسم، وعندنا اياه من 3 خطوط، الاول والثاني والثالث، اللي هو على تكرار يعني طبعا اول مره بنستخدم مع لما بصير الجسم شوي مشدود بنروح للمطرح للخط الثاني وايضا للقياس الثالث. خليني اقول كمان كوثر انه كمان مش بس بيخلي السيده مش نفسها تاكل وتزيد في وزنها، كمان بيحفز السيده نفسيا انه هي ما دام ابتدت تضعف ويبان عندها شكل جسمها وشكل خصرها، كمان بيديها حافز انه تنظم اكلها وتنتبه وتكمل كمان، يعني انه اكيد مش السيده تلبسه مره واثنين وتزهق،
لا تستمر على لبسه عشان توصل للنتيجة اللي هي عايزاها. كمان نينا لما بيطلبوه بيحصلوا على هالكتيب الخاص المرفق مع الكورسيه أو مع كيرفي جيرل، وهو فيه كتير من الأشياء اللي لازم نكلها لحتى نحصل على الرجيم معين ونحصل على الوزن اللي نحن حابينه، وأيضا نخفف من نسبة الكوليسترول والفات. وفي كتير أشياء لازم نقولها نكلها لما كنا نعمل رجيم، مثل المكسرات مثلا بين الوجبات الغير مملحة وغيرها كمان من الأشياء، مثلا مثل الحبوب، مثل السريال، مثل حتى الحليب واللبن، كله الخالي من الدسم. أكيد. هلا ننتقل لتاني كيرفي جيرل معنا إياه، وهو الفيست مثل ما هون شايفين عند نينا. خلينا نجي عند نينا ونشوف الفيست. هذا الفيست اللي معنا إياه اللي بميزه إنه بينلبس كتوب من فوق، يعني نقدر نلبسه. هيدا اللي عنده مشكلة دائما بيكون بمنطقة يمكن الكتاف، كتير بيساعدهم. عم نشوف على الموديل معنا قديش مأثر يعني، وعامل مع كوين. كوين عم نشوف كيف القياس تبعها. اوكي، كان يو كم هير كوين، احكي لنا اكثر على الشكل، كيف ضب مع البطن وايضا الخصر. طبعا هي كانت ممتلئه تماما، يعني منطقه البطن سواء البطن العلويه او السفليه، واللافندز هي كلها منطقه البطن بنسميه الابل ابل شيب، فكانت ممتلئه تماما. لبسناها الكورسيه كامل، ده الرفع اللي هي محتاجاه، اكيد نزلها قياس او قياسين اصغر، كمان رفع لها منطقه الصدر، واكيد كل الستات بيحبوا يكون عندهم الشكل الصحي لمنطقه الصدر، انه بيكون مرفوع وفي يعني في شكل جيد. شايفين اكيد الفرق، انه لامم، يعني انه فعلا بيدي خلينا نقول ايه، بيمسك الجسم، واصلا يعني الاستخدام المتكرر نينا تبعه بخسرك من 5 ل 17 سنتيمتر، وهو يعني رقم خيالي بالفعل. ويمكن ان احنا مش مضطرين نروح على الجيم، ومش مضطرين نروح نعمل كثير اوقات بالجيم لحتى نحصل على هذا الخصر او هذا الجسم المشدود. كمان هون انا عم شوفه، عم تشوفوه مسكته قديش، حتى الالوان تبعيته كثير متناسقه. بنفس الوقت عندي هيدول الجلد كثير مميز، لانه بيساعد السيدة انها تتخلص من الفات، يعني بعرق لما انت بتعرقي بتخفف كثير من الفات تبعي. وكمان بدنا نشوف على السوق هلا قدامنا على الشاشة بيفور اند افتر، بس انا خليني اعطي وهي تقيس قديش صار. Can you try it please and check? Okay, I will do it for you. هون عم نشوف. Okay, can you hold it please? Okay. هون عم نشوف قديش خفت من محيط الخصر. شوفي كوثر، قد ما بقول لك الاول كان هي شكل جسمها بنسميه الابل شيب، اللي هو كله منطقه الصدر والبطن حته واحده. شوفي اداها كيرفز ازاي، شوفي عمل لها قد ايه خصر نحيف، وبينها انها اكنها عندها اور جلاس. كانت 105، وخلينا نشوف قديش صارت. كان قالت لي بت يو ريموف يور هاند تو سي هاو ماتش ناو، كانت 105 وهلا صارت عنا بحدود ال 85، واللي 85 او 88 89، يعني عم نحكي على 12 انش تقريبا. عن جد واو، وحتى عم نشوف شكلها كيف مشدود. اهم شيء نينا بتعرفي عجبني فيه انه الكتف بدله مرفوع لورا، يعني القامه او شكل السيده بدله ممشوق لورا، هيك الكتف لفوق ما بيسبب لك اي مشاكل صحيه بمنطقه الظهر، لانه في سبورت. يعني هو زي ما انت قلنا الفيست بيعمل سبورت للجسم للبوستشر، يعني السيدة حتى لو قاعدة لو ماشية واقفة بيكون جسمها يعني مس في سبورت، ما بتكونش هي لا مثلا حاسة بتعب أو مجهود. كمان زي ما قلت بيرفع منطقة الصدر وبيريح منطقة الخصر، وبيديها كمان الحركة اللي هي عايزة. بتقدر تلبسه مثلا حتى لو رايحة على مول، بتقدر تلبس الكورسي أو الفيست وتلبس عليه أي فستان هي حابة وتخرج. نعم، وحتى نينا مهتمين بأداء التفاصيل من خياطة وتطريز، يعني كمان مزبوط يعني عشان ما تضايق السيدة، تحس إن هي هاي كواليتي مش مزبوط. أي حاجة كمان. عم نشوف كمان كيف شكلها هيك بشد الجسم. انا الموديل عم نشوف كيف عم تفتل معنا الاشكال، يعني شكلها كيف عاطي مشدود الجسم. كان يو ستاند لايك ذس،
توسي عم نشوف كيف الورك تبع الموديل معنا مجدود، وايضا منطقه الخصر لكي كيف كانت ولكي كيف صارت. الصوره لحالها بتحكي صراحه، يعني احنا مش ضروري نعطي تفاصيل اكثر عن كيرفي جيرل واهميته، لكي كيف كان بطنه منطقه البطن كيف مجدوده، وكلنا كلنا كلنا بنعرف. خليني اقول لك حاجه كمان، انه اكيد حاجه مهمه لكل السيدات اللي مثلا لسه مولدين جديد. يعني انا كنت بقول بكلم مع حد انه مهم جدا السيده قبل بعد ما تولد على طول ان تلبس كرسيات زي ده، لانه بيلم منطقه البطن، يعني مش سيده تاخد يعني وقت طويل انها يعني تاخد وقتها انها تبتدي تفكر في انها ازاي تخسر وزنها او كده. الكرسيات بعد الولاده كمان بتساعد السيده انها تاخد الشكل الكيرفي اللي قبل ما كانت. وانا نينا بدي احكي شيء واحد، انه هلا